طيب نبدأ كده. listen to تمام. listen to كان بيتكلم listen to كان بيتكلم على properties أو graduation of properties لأي element اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. تعالوا كده نفتكر مع بعض. احنا موجودين في البريديكتيف كام نوع من elements؟ أربعة اللي هم أول واحد النوبل gases، number two representative elements، number three the main transition elements والinner transition elements. احنا السنة دي إن شاء الله هنبدأ بالgraduation of properties لأي نوع من العناصر representative elements. يعني أنا هتكلم على مين ومين الثلاث دروس اللي جايين، على ال S block وال P block ما عدا النوبل gases. تمام؟ طب احنا هنتكلم في إيه عليها؟ طبعا بعد ما احنا خلاص عرفنا البروبرتيز بتاعت البريديك تيبل لقينا ان بيحصل في حاجه اسمها جراديويشن. يعني ايه كلمه جراديويشن؟ يعني تدرج، تدرج في الخصائص بتاعتهم. ايه الخصائص اللي بنتكلم عليها؟ ويعني ايه اصلا تدرج؟ يعني مثلا لو انا اتكلمت على حاجه اسمها الاتوميك ريديوس، حجم الاتوم، فهنلاقي في حجم الاتوم ده تدرج. يعني ايه كلمه تدرج؟ يعني مثلا هبدا من الكبير للصغير، او لو ابتديت من الصغير بعد كده بالدور هبدا اكبر في البيريود او في الجروب، فده اسمه جراديويشن. طب ايه البروبرتيز اللي انا هتكلم عليها في بقيه الثلاث دروس اللي جايين؟ اولا هناخد حاجه اسمها physical properties. physical properties زي الاتوميك ريديوس، زي مين كمان؟ زي حاجه اسمها الميتاليك والنون ميتاليك بروبرتي، او استنى اسمها زي ميلتنج بوينت، زي بويلنج بوينت، زي مين كمان؟ زي حاجه اسمها الدنسيتي. كل الحاجات دي الخصائص الفيزيائيه دي هناخدها ان شاء الله السنه الجايه بالتفاصيل، ما عدا بس اللي هناخده السنه دي هناخد الاتوميك ريديوس خلاص. لكن الميلتنج والبويلنج بوينت والدنسيتي والكلام ده هناخده السنه الجايه باذن الله، بس في عناصر ثانيه اللي هي المين ترانزيشن اليمنتس. فانا السنه دي هاخد بس فيزيكال بروبرتي واحده اللي هي الاتوميك ريديوس، والكيميكال بروبرتيز هناخد منهم كتير. زي مين؟ زي حاجه اسمها الايون الايونيزيشن بوتنشال، حاجه اسمها الالكترون افينيتي، حاجه اسمها الالكترو نيجاتيفيتي، حاجه اسمها الميتاليك اند نون ميتاليك بروبرتي، بيزك اند اسيدك بروبرتي، والاكسديشن نمبر. كل ده هناخده السنه دي خلاص، اللي هم الثلاث دروس اللي جايين مع بعض. يلا كده تاني بالراحه، مين العناصر او ايه البروبرتيز اللي هناخدها السنه دي بالدور؟ اول واحد الاتوميك ريديوس، ها دي فيزيكال بروبرتي للاتوم. طب اللي باقي كله ده يعتبر كيميكال بروبرتيز، يعني تفاعلاتهم او شكلهم ايه في التفاعلات الكيميائيه. طيب هناخد حاجه اسمها ايونيزيشن بوتنشال انرجي، نمبر 3 الكترو افينيتي، نمبر 4 الكترو نيجاتيفيتي، وده كده الدرس الثالث الفريق الثاني. تمام؟ يعني 4 بروبرتيز دول كده الدرس الثاني. الدرس الثالث بيتكلم على الميتاليك اند نون ميتاليك بروبرتي، وبعد كده الاسيدك والبيزك بروبرتي، ده كده الدرس الثالث. الدرس الرابع الاخير في المنهج بيتكلم على بروبرتي واحده اسمها الاوكسيديشن نمبر. خلاص؟ طيب نبدا كده باول واحده اللي هي كانت اسمها ايه؟ اتوميك ريديوس. اسمها ايه تاني؟ اتوميك ريديوس. طبعا احنا عارفين في الطبيعي لو انا عايزه اقيس الاتوم، عايز اقيس حجم الاتوم او الريديوس بتاع الاتوم، ما انت لو قست الريديوس بتاع الاتوم هتعرف تقيس مين؟ الفوليوم بتاعه، صح كده؟ او السايز بتاع الاتوم. فانا الاساس عندي ان انا اعرف الريديوس. طب انا عندي اتوم عايز اقيس الريديوس بتاعها، يا ترى اقيسها ازاي؟ ها؟ بالظبط اخر انرجي ليفل هاند اقتراح، صح كده؟ ايه رايكم؟ يعني هقيس المسافه ما بين مين ومين؟ ما بين زي ما انت واخد في الجيومتري بالظبط، ما بين مين ومين؟ زي ما انت شايف لو انا عندي مثلا عندي اهو سيركل، فانت عايز تجيب مين؟ عايز تجيب الدايمتر، فالمفروض ان انت هتقيس المسافه ما بين مين؟ ما بين السنتر لغايه اخر انرجي ليفل. لو انا هتكلم على الالكترون ده صح؟ السب ليفل ها ده صح؟ اوربيتال. ايه رايكم؟ طب سؤال، هي اصلا الاتوم شبه السيركل؟ هو الاتوم شبه السيركل؟ اه ده احنا عارفين ان الاتوم في الالكترون الالكترون يو كانت ديترماين اتس سبيد اور اتس لوكيشن بريفيسلي، صح كده؟ طب امال ايه؟ امال المفروض ان انا اقيس الالكترون ازاي؟ الالكترون اصلا ملوش مكان ثابت. يعني انا الالكترون بصوا كده الالكترون ماشي ازاي؟ ماشي زي الويف. طب انا هقيسه ازاي؟ بصوا كده الالكترون مكانه ملوش مكان ثابت. طب انا بس بعيني، ما احنا اتفقنا انا مستحيل اقيسه بعيني، اشوفه بعيني، يبقى ايه الصح ان انا اقيس بيه؟ انت عشان تقيس اتوميك ريديوس فانا المفروض ان انا اقيس مسافه ما بين حاجتين ثوابت، يعني ما بين مكانين ثابتين بالظبط. بالظبط نيوكليس الانرجي ليفل ده، هو الانرجي ليفل مش ثابت،
ما الانرجي ليفل دوت هو المكان اللي الالكترون بيمشي فيه. ايوه يبقى نيوكليس اتوم ونيوكليس ثانيه موجوده جنبها في اتوم ثانيه. يبقى انا عشان اعرف اقيس الاتوميك ريديوس انا مستحيل اقيس الاتوميك ريديوس عن طريق قياس المسافه ما بين السنتر اوف ذا اتوم اللي هو النيوكليس والاوتر موست انرجي ليفل، لان اصلا الالكترون انا مش عارفه مكانه وكمان الدايمتر بتاعه مش ثابت. الالكترون ماشي زي الويف، انا مستحيل ان انا استخدم الطريقه دي. امال العلماء قاسوا الاتوميك ريديوس ازاي؟ بالثوابت. ايه الثوابت؟ يعني فور اكزامبل لو انا عايز اقيس الهيدروجين الدايمتر بتاع الهيدروجين اتوم، فقاموا عاملين ايه؟ قاموا جايبين الاثنين اتومز اهو، انت عندك هنا اثنين اتومز من الهيدروجين، مش دي النيوكليوس ودي النيوكليوس، مين الوحيد الثابت اللي موجود عندك؟ النيوكليوس هي الثابته. فقاموا جايين قاسمين المسافه ما بين النيوكليوس دي والنيوكليوس الثانيه. عارفين تعرف تجيب بقى الريديوس بتاع الاتوم الواحده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه كوفيلنت. ليه كوفيلنت؟ لان ده هيدروجين وده هيدروجين، المسافه دي اثنين اتومز. ايوه هيدروجين مولكيول، ما الهيدروجين اللي موجود في الطبيعه موجود في صوره مولكيول. يبقى انا هقيس المسافه ما بين مين ومين؟ ما بين السنتر اوف ذا اتوم للاتوم الاولى والسنتر للاتوم الثانيه اللي انا هسميها المسافه ما بين النيوكليس هنا والنيوكليس هنا، فسميتها ال 2R صح كده؟ ال 2 ريديوس اللي هي ببساطه اسمها كوفيلنت. ايه؟ ليه كوفيلنت؟ لان انا بتكلم على نون ميتال مع نون ميتال فاسمها كوفيلنت. بوند هي كوفيلنت بوند ها لينس، يبقى انا ببساطه جبت الكوفيلنت بوند لينس. طب انا عايزه الار بس، يبقى عباره عن ايه؟ كوفيلنت بوند لينس ديفايد 2، يبقى كوفيلنت بوند ها لينس ديفايد 2. صعبه دي؟ تمام. يبقى احنا كده عايزين نقيس مين؟ الاتوميك ريديوس بتاع الاتوم. فاتفقنا ان الطريقه التقليديه اللي انا اقيس بيها بمخيلتي ان نلاقي الاتوم موجوده شكل السيركل، ده طبعا الطريقه دي غلط لان احنا عندنا الويف بروبرتي بتاعت الالكترون، فالطريقه دي غلط. فانا المفروض اخترت ايه؟ الطريقه طبعا الاوطى والصح، ان انا هقيس المسافه ما بين التو سنترز اوف ذا تو نيوكليي وبعد كده هقسمهم على اثنين عشان اجيب الريديوس للاتوم الواحد. في مشكله في الكلام ده؟ صعب؟ تمام. زي ما انت شايف اهو ادي كلورين وكلورين، ده اسمه ايه؟ كوفيلنت بوند لينث 198 بيكوميتر. وعلى فكره وهتلاقي ساعات اي، الفرق ما بين الاي والاف والبيكوميتر؟ طبعا الاي اسمها انجستروم، الاي اسمها انجستروم. امال البيكوميتر؟ الانجستروم دي اللي هي عباره عن 10 باور نيجاتيف 10 مليمتر، دي الميجرنج يونتس بتاعت البون لينث او الريديوس. طب امال البيكوميتر 10 باور نيجاتيف 12 مليمتر. تمام؟ طب عشان بس تبقى عارف المعاني دي. طيب انا لو جيت جبت الاتوم ما بين السي والسي، ها خد بالك ان هنا كلورين وكلورين، انت عندك كلورين مولكيول اللي هو سي ال2، بس انا ما عنديش سي وسي، يعني انا ما عنديش حاجه اسمها سي 2. امال اجيبهم ازاي ده؟ من مركب بيبقى مثلا زي حاجه اسمها الايثين سي 2 اتش 6. ففي ما بين السي والسي بالظبط، ما بين السي والسي، فاعرف اجيب البوند لينث وبرضه هقسمها على اثنين. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. نفس الكلام. طب انا عندي هنا بقى اثنين اتومز مش شبه بعض، ما خلاص يعني مثلا عايزه اجيب الكلورين، المسافه ما بين الكلورين والكربون اعرف اجيبها؟ ما انت عندك الكلورين 99 بيكوميتر والكربون 77 بيكوميتر، اعرف اجيب المسافه ما بينهم هما الاثنين؟ تعال ناخد مثال. بيقول لي كالكوليت، خد بالك الجزء ده بيجي لك عليه مسافه، خلاص؟ نتعود وانا ماشي في المساله، وانا ماشي في المساله قبل ما تكمل لغايه المساله هات يعني هات حته حته واحده واحده كده. بيقول لي ذا بوند لينث ان كلورين مولكيول، اهو هقف لغايه هنا. بيقول لك كلورين ايه؟ مولكيول، خلاص؟ قبل ما اكمل يبقى هات لي الريديوس بتاع الكلورين، يبقى ريديوس اوف كلورين، ما تكملش المساله، هات الاول خالص كل حته بحته. طب انا عايزه بيقول لك المولكيول كله على بعضه ب 198، اعرف اجيب الريديوس الواحد؟ يبقى الريديوس بكام؟ 1.98 89 اوفر كام؟ اوفر 2 هتطلع لك كام؟ 0.99. العلامه دي بتدل على الانجسترون. طيب اند ذا بوند لينث، خلاص كده انا المفروض بالك ان انا ما كملتش. بيقول لي ذا بوند لينث بتوين كربون اند كلورين، اهو كربون وكلورين، تعالى نتخيل يعني انت عندك كلورين وعندك كربون، بيقول لك ان المسافه ما بينهم سي ال وان سي،
المسافة ما بينهم 1.76 صح؟ طب انت برضو من قبل ما تكمل انت عندك مين؟ الكلورين. الكلورين اهو انا لسه جايباها كانت بكام؟ 0.99. ايه الحته دي كام؟ ها 0.99. اعرف اجيب الكربون لوحده بالظبط. يبقى الراديوس اهم حاجه ان انت تبقى فاهم المساله عشان تعرف تجيبها. يبقى الراديوس بتاع الكربون هيساوي كام؟ 1.76 - 0.99. يبقى كالكوليت ذا اتوميك فيلدز اوف كربون. على فكره انا اصلا ما قريتش هو عايز ايه، بس انت بالستبس بتاعتك انت خلاص عرفت هو عايز ايه. في مشكله في الكلام ده هجيبها. الميجرنج يونت طبعا كده بالالجسترا. تمام، واحده ثانيه تعالى كده نفكر نكبر الموضوع شويه. يعني مثلا الجسم هي الثابته الايه؟ الرقم يعني؟ لا 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 هو مش عايز تحولي ولا حاجه، بس انا التحولات بالظبط. طيب تعالى نشوف مثال تاني. ها واحدة واحدة كده. يلا كده حساب. بيقول لي ذا بوند لينث ان هيدروجين مولكيول اهو. اساسا كلمة مولكيول يبقى انت عندك اتش واتش. قبل ما تكمل ما تكملش المسألة عايز منك ايه؟ انت على طول ايه؟ اتش واتش بقى الواحدة بس. خلاص؟ يبقى الريديوس اوف هيدروجين ايكوال كام؟ 0.6/2 = 0.3 انجستروم. خلاص نكمل المساله. بيقول لي the bond length of nitrogen molecule برضو nitrogen molecule. اعرف اجيب ال n الواحده؟ تمام. يبقى ال radius للنيتروجين بكام يا مصطفى؟ ها يبقى 1.4/2 هتطلع كام؟ 0.7 انجستروم. بص انا ما كملتش هو عايز ايه؟ مالكش دعوه باللي هو عايزه. طيب بيقول لك and the bond length of nitric oxide nitric oxide يعني N و O. انت لسه جايب مين؟ ال N. تعرف تجيب ال O؟ اه يبقى الراديوس ها لل O. خد بالك انا كده بجيب اتوم واحده. هو كان عنده كام؟ بالرقم كلهم مين؟ N وال N اهو. ال N مع ال N على بعضها سوري ال N مع ال O مع بعضها كام؟ 1.36. انا عندي منهم مين؟ النيتروجين اللي هي 0.7. اعرف اجيب ال O؟ اه يبقى اقول له radius of O ها بكام؟ 1.36 - هات تحسب الكالكوليتر 0.7 ها تطلع كام؟ 1.1 لا مش 1 خالص. حد كده سوي 0.66 انجستروم. في مشكله في الكلام ده؟ صعبه؟ بص كده بالراحه انا لغايه دلوقتي لسه مش عارفه هو عايز ايه اساسا. تعالى نكمل بقى. بيقول لك كالكوليت ذا بوند لينث ان اكسجين مولكيول. ها؟ اكسجين مولكيول. انت كنت جايب مين؟ انت كنت جايب الاكسجين الواحده. هو عايز اكسجين مولكيول بالظبط. يبقى البوند لينث يبقى البوند لينث اوف اكسجين مولكيول مش الواحده بس 0.66 يبقى 0.66 × 2 اشوف هتطلع كام؟ 1.32 انجستروم. فيها مشكله؟ تمام. ليه عملتها؟ مش انت عندك دي الاكسجين الواحده؟ واحد يعني ايه كلمه مولكيول؟ قول لي كده كلمه مولكيول يعني ايه؟ 1 ولا 2؟ 2 اتومز. طب انا عندي واحده 0.66 × 2 × 2. طيب نشوف اللي بعدها. بص انا قلت لك اهو امشي في المسائل دي واحده واحده، هتقوم جاي قاري المساله كلها على بعضها انت هتوه مش هتعرف تعمل ايه. طيب نكمل. بيقول لي ذا بوند لينث ما بين الاو والاتش. او والاتش ها او واتش. تعالى كده شوف الاو والاتش يبقى اقول له بوند لينث ما بين الاو ها والاتش. الاو عندك بكام؟ 0.66 بلس الهيدروجين عندك بكام؟ 0.3 0.96 فيها مشكلة؟ طب سؤال بقى يا ميس، هو الووتر H2O صح؟ المفروض اضرب الرقم ده في اتنين؟ لا دي معناها ايه؟ دي معناها ان انت عندك هيدروجين اهو. بصوا كده يا جماعة اوعى تضرب في اتنين،
يعني ما بين الاو والاتش دي وما بين الاو والاتش دي، دي اللي انا جبتها، دي اللي عايزها. اوعى تقول لي عشان هما اتنين اضربها في اتنين، لا لا ما مش هوقع، ما تضربه في اتنين خالص، لان هي اساسا لما تاخد الكورتر اتشارت الترم التاني هي مش موجوده في ستريت لاين. وبعدين لما اقول لك بوند لينس بتبقى ما بين اتنين اتومز مش اكتر من اتنين اتومز، ما تجيش بقى بعدده. يعني مثلا لما اجي اقول لك هات لي بوند لينس في ال NH3 اوعى تقول لي تجيب ما بين ال N وال H وتضرب في ثلاثه، لا سيبك من الرقم ده خالص، انت بتجيب البوند لينس ما بين اتنين اتومز بس، ما تجيش دعوه بعدد الاتومز. خلاص تمام ماشي. طيب احنا دلوقتي خلاص بدانا، خلاص في مشكله يا جماعه في الحسابات دي. طب سؤال بقى، لو جيت قلت لك انا عايزه اجيب حاجه اسمها الايونيك ريديوس، اسمها ايه تاني؟ ايونيك ريديوس. يعني ايه ايونيك ريديوس؟ يعني مسافه المرات ما بين مين؟ ما بين ايونز. في مشكله؟ كوفالنت بوند لينث. خلاص طب هنا هتكلم عن ايونيك بوند لينث، يبقى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان انا في المره الاولى كنت عندي اثنين اتومز، الاثنين خد بالك ان هما كانوا نون ميتال عاملين بوند مع بعض، فكانت اسمها كوفالنت بوند. تمام المره دي بقى لما اجي اقول لك مثلا ان اي سي ال، ينفع اقول لك انت عندك هنا ان اي وعندك هنا مثلا ان اي وعندك هنا ان اي دي بوزيتيف وهنا سي ال، ينفع اجيب المسافه ما بينهم مقسم على اثنين؟ لا طبعا لا مش خط بعض، بالظبط عشان هما اساسا مش خط بعض. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان المسافه ما بين ال ان اي والسي ان نقول مثلا بي 2 انجسترون، خلاص ينفع اقسم الاثنين دول على الاثنين ال 2 انجسترون على اثنين؟ لا ليه؟ لان الاثنين مش خط بعض، لان هما كلورين ودي صوديوم، فانا المفروض اجيب لك الكلورين لوحده وبعدين اعمل ماينس عشان اجيب الصوديوم. فيها المشكله دي؟ تمام ماشي. طيب انا دلوقتي خلاص بما ان انا خلاص عرفت ازاي احسب الاتوميك ريديوس فانا العلماء جايين بنفس الطريقه دي، واقوم حاسبين الاتوميك ريديوس للاتومز اللي موجوده فين؟ في البريودك تيبل. خلاص لقينا ايه؟ تعالى كده نبص بقى للترتيب بتاع الاتومز، تعالى نتكلم على الاتومز اللي موجوده في نفس الجروب. يعني مثلا هبدا هيدروجين، ها ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم. قول لي كده ايه اللي بيحصل في الاتوميك ريديوس في الجروب ولا في اليود؟ دي كده ايه؟ جروب. يبقى بالمعنى كده الادق ان انا لما بمشي فروم اب تو داون فين؟ في نفس الجروب. ها زي ما انت شايف بص كده الاتوميك ريديوس بيحصل له ايه؟ بيزيد. طب تعالى كده نتكلم على الريديوس زي ما انت شايف اهو. ان اي ها ام جي المنيوم سيليكون فوسفورس، ايه اللي بيحصل؟ ده بيكريز ولا ديكريز؟ ديكريز. اذا ببساطه انت عندك نفس الاتوميك نفس الجروب او العناصر اللي موجوده في نفس الجروب الاتوميك ريديوس بيحصل له ايه؟ ها انكريز، لكن في نفس البيريود ديكريزز. طب تعالى نشوف السبب. قبل ما نتكلم على السبب تعالى نفهم معنى كلمه اسمها افكتيف نيوكليير تشارج. اسمها ايه تاني؟ ها افكتيف نيوكليير تشارج. يعني ايه كلمة effective nuclear charge؟ كلمة effective يعني مؤثرة. nuclear charge، طب تعالى الأول نعرف يعني ايه nuclear charge؟ تعالى ناخد مثال صغير، لو جيت قلت لك أنا عندي أتوم زي مين مثلا؟ زي الليثيوم. الليثيوم جوه النيوكليس عندك كام بروتون؟ ليثيوم 3، يعني أنت عندك كام بروتون؟ 3. التلاتة دول بصوا كده ببساطة عاملين زي تلاتة مغناطيس جوه النيوكليس. في مشكلة في الكلام ده؟ تمام. دي ببساطه اسمها نيوكليير تشارج. يبقى النيوكليير تشارج ايكوال كام؟ ايكوال 3 اللي هي عدد البروتونز. في مشكله فيها؟ بس خد بالك نيوكليير تشارج غير افكتيف نيوكليير تشارج. يا ترى بقى تاثير الثلاثه بروتونز دول على الانرجي ليفلز اللي موجوده عندي، خد بالك ان انا عندي في الانرجي ليفل الاولاني كام الكترون؟ 2، والانرجي ليفل الاولاني كام الكترون؟ 1. يا ترى تاثير الثلاثه بروتونز على الالكترون اللي موجود في الانرجي ليفل الاولاني، بص انا بقول ايه؟ زي تاثيرهم على الالكترون اللي موجود في الانرجي ليفل الثاني ولا مختلف؟ مختلف. مين يقول لي بقى؟ مين قوه الجذب دي اكتر؟ او الانرجي ليفل الاولاني اكتر من الانرجي ليفل الثاني. فببساطه الثلاثه بروتونز اللي موجودين جوه النيوكليس دي شحنتهم بمؤثره اسمها نيوكليار تشارج. اسمها ايه ثاني؟ نيوكليار تشارج. لكن مين يقول لي القوة اللي خارجة منهم اللي بتأثر على الالكترونز بمختلف أماكنها اسمها effective nuclear charge؟
اللي هي ببساطة هنختصرها بكلمة زي افكتيف. ليه زي؟ عشان هي عدد البروتونز افكتيف. ها التأثير بتاعها. يبقى ببساطة تاني ايه هي زي افكتيف؟ The actual attraction force by which electrons are attracted to the nucleus. تاني ببساطة تاني القوة الأساسية الرئيسية اللي بتأثر على النيوكليوس اللي بتأثر على الإلكترونز. يا ترى النيوكليير تشارج ولا الإفكتيف نيوكليير تشارج؟ ها الإفكتيف نيوكليير تشارج. تعال ناخدها بمثال تاني. لو جيت قلت لك إن أنا عندي أرض، الأرض دي مش ليها جرافيتي، جرافيتيشنال فورس، صح كده؟ الجرافيتي دي موجودة في قوة موجودة أساسية في الأرض نفسها. طب سؤال، أنت موجود هنا أهو على سطح الأرض، صح؟ مين اللي بيجذبك ليها؟ الارض. فدي بالنسبه لك اسمها نيوكليير تشارج. طب انت موجود هنا في الانرجي ليفل الاولاني، يا ترى قوه جذب الارض ليك هتبقى لو انت موجود على جبل؟ لا طبعا. ايه اللي هيحصل؟ الافكتيف نيوكليير تشارج بتقل. هنا نفس الكلام اللي هو بدل الافكتيف نيوكليير تشارج للاتوم احنا بنسميها على الارض اسمها ويت. يعني الويت بتاعك على الارض هيزيد ولا هيقل؟ لما اطلع فوق هيقل. هنا نفس الكلام، عندك حاجه اسمها نيوكليير تشارج ببساطه هي القوه الاساسيه اللي موجوده جوه النيوكليس. تساوي ايه؟ بتساوي القوه المجموع القوه الجاذبيه اللي موجوده جوه النيوكليس. في مشكله في الكلام ده؟ طب ايه هي الافكتيف نيوكليير تشارج؟ دول القوه اللي خارجه منها اللي بتاثر او بتجذب الانرجي ليفلز او الالكترونز اللي موجوده في الالكترونز. وطبعا زي ما انت شايف انا كل ما ببعد عن النيوكليس ايه اللي بيحصل؟ يعني ناخد مثال تاني، لو جيت قلت لك انا عندي بريليوم، عندك اربع بروتونز، تمام؟ الاربعه بروتونز دول اسمهم ايه؟ نيوكليير تشارج. طب نيجي بقى نوزع الالكترونز، الالكترونز عندك في البريليوم اربعه، اثنين موجودين في الانرجي ليفل الاولاني واثنين في الانرجي ليفل الثاني. ها القوه المؤثره هنا يا ترى في الانرجي ليفل الاولاني زي الانرجي ليفل الثاني ولا قلت؟ قلت. يبقى معنى كده ان انا كل ما ببعد عن النيوكليوس ايه اللي بيحصل؟ الزي افكتيف او الافكتيف نيوكليير تشارج بتقل. في مشكله في الكلام ده؟ طب سؤال، لو الزي افكتيف قويه جدا وده الالكترون، ها ده الالكترون اهو، الزي افكتيف قويه قول لي الاتوميك ريديوس يقل ولا يزيد؟ ها تاني بالراحه بقى، تعالى كده نعرف ايه تاثير الزي افكتيف على الاتوميك ريديوس. ببساطة أنا بقول لك دلوقتي إن أنا قوة الجذب بتاعتي اللي هي زي افكتيف قوية جدا، فمعنى كده إن أنا هشد الإلكترون ليا ولا لأ؟ هشده، هلزقه فيا، يبقى الأتوميك ريديوس كبير ولا صغير؟ صغير. يعني كل ما الزي افكتيف زادت كل ما الأتوميك ريديوس يقل، يعني دايركت ولا انفرس ريليشن؟ انفرس. طب تعالى نعكس، لو أنا جيت قلت لك إن أنا ضعيفة والزي افكتيف بتاعي قليل يبقى الالكترون هعرف اشده ولا قوتي ليه قليله؟ قليله. قوه شد ليه قليله؟ يبقى الالكترون بعد عني، يبقى المسافه ما بيني وما بين الالكترون كبيره، يبقى الاتوميك ريديوس يكبر. معنى كده ان الزي افكتيف قليله. تاني ايه العلاقه ما بين الزي افكتيف والاتوميك ريديوس؟ لو الزي افكتيف عاليه مغناطيس بيشد الالكترونز ليه. الزي افكتيف دي هي افتكرها زي المغناطيس اللي بيشد الحديد. كل ما الزي افكتيف زادت كل ما الالكترون انجذبت اكتر للنيوكليس، يعني الاتوميك ريديوس يقل. لكن كل ما الزي افكتيف ضعفت وقلت يبقى الالكترون هيبعد، يبقى الاتوميك ريديوس تزيد. يبقى ببساطه خالص ايه العلاقه ما بين الزي افكتيف والاتوميك ريديوس؟ انفرس. يعني by increasing the effective the atomic radius decreases and up وطبعا and vice versa. تعالوا نشوف الكلام ده بقى كده على الاتوم بصفه عامه. يعني زي ما احنا اتفقنا دلوقتي انت عندك اه في البيريود ايه اللي هيحصل للاتوميك ريديوس؟ ها بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. تعالى نعرف ايه؟ وفي الجروب الاتوميك ريديوس بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. بيزيد اه الاتوميك ريديوس برضه. تعالى نعرف ايه؟ تعالى كده نتخيل مع بعض في الجروب وبعدين نشوف مع بعض في البيريود. خلاص؟ طب تعالى نبدا في البيريود. قول لي كده في البيريود لو جيت قلت لك مثلا اليمنت زي مين؟ زي الليثيوم. ناخد مثلا بيريود 2 كمثال. الليثيوم موجود عندك كام بروتون؟ 3. يعني كام مغناطيس؟ 3. 1 2 3 صح؟ طب بيشدوا كام الكترون؟ 3. في كام انرجي ليفل؟ 2 اهو 2 صح؟ طيب تعالى نكمل. لو جيت قلت لك انا عندي بعد كده خلاص
أربعة إلكترونز، ما هو الأتوم اللي بعدها عبارة عن أربعة، يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأتوم اللي بعدها ها فيها كام؟ خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى إحنا كده عندنا خمسة، عندنا 5 1 2 3 4 5. طب الاتوم اللي بعدها عندها كام؟ 6 1 2 3 4 5 6. الاتوم اللي بعدها عندها كام الكترون او سوري كام بروتون؟ 7 صح؟ يبقى انا عندي كده 7. سؤال بقى، هنا انت عندك 3 صح؟ يا ترى قادرين يشدوا الالكترونز اقوى ولا لما يبقى عندي 4؟ 4. طب لو عندي 5 اكتر، طب لو عندي 6 اكتر، طب لو عندي 7 اكتر. يعني ببساطه ببساطه تعالى كده نرسم تاني. لو انا حبيت ارسم الانرجي ليفل او بالظبط، لو انا حبيت ارسم الاتوم الاولى، انت عندك اتوم كبيره. ليه كبيره؟ عشان يا دوب انت عندك 3 بروتونز، فالزي افكتيف بتاعتها قليله. طب لو جيت للاتوم الثانيه هتلاقيها صغر شويه. ليه؟ لان انا عندي 4 بروتونز، فالاربعه بروتونز قوه الاتراكشن فورس بتاعتهم ها زادت اكتر، فهتشد الالكترونز ليها اكتر. على العلم ان انت عندك هنا 2 انرجي ليفل وهنا 2 انرجي ليفل، عدد الانرجي ليفل ثابت. طيب تعالى للثالثه، انت عندك هنا كام انرجي ليفل؟ 2 برضه، فالاثنين انرجي ليفل هتشد كام الكترون؟ 5. يبقى انا عندي في المره الاولى ثاني 3 انرجي ليفل، سوري 2 انرجي ليفل بيشدوا في 3 الكترونز او 3 بروتونز. هي ماشي طيب خلاص ركز. يبقى تاني في المره الاولى انا كان عندي كام بروتون؟ 3. 3 مغناطيس، 3 مغناطيس بيشدوا كام انرجي ليفل؟ 2. المره الثانيه 4 مغناطيس بيشدوا برضه ب 2. هنا كام مغناطيس؟ 5. هنا كام مغناطيس؟ 6. هنا كام مغناطيس؟ 7. فكل ما عدد البروتونز زادت، كل ما الاتراكشن فورس زادت، كل ما الزي افكتيف زادت، كل ما الاتوميك ريديوس زادت. تعال كده نكتب الكلام ده تاني. ها باي انكريزنج ايه؟ نمبر 1 باي انكريزنج عدد البروتونز، نمبر 2 الاتراكشن فورس هيحصل لها ايه؟ الاتراكشن فورس هتزيد. الاتراكشن فورس دي اللي هي مين؟ الزي افكتيف. يبقى الزي افكتيف هتزيد ولا اقل؟ هتزيد. طب الاتوميك ريديوس يزيد ولا يقل؟ الريديوس يقل. يبقى كده تاني بالراحه. ها خلاص تاني، كل ما عدد البروتونز بتزيد، افتكر البروتونز زي المغناطيس. البروتونز تزيد ها ايه اللي هيحصل للاتراكشن فورس؟ هتزيد. الاتراكشن فورس بتزيد يعني الزي افكتيف بتزيد. فايه اللي هيحصل للاتوميك ريديوس؟ يقل. في مشكله في الكلام ده في البيريود؟ يبقى تاني كده ببساطه، ليه الاتوميك ريديوس في البيريود بيقل؟ ها يبقى باي انكريزنج ذا نمبر اوف بوزيتيف بروتونز. بوزيتيف بروتونز بتزيد اهي، في المره الاولى كانت 3 بقت 4 بقت 5 بقت 6 7. فالبروتونز بتزيد، فالاتراكشن فورس بتزيد، فالزي افكتيف هتزيد، فالاتوميك ريديوس يقل. في مشكله في الجزء ده؟ صح؟ تمام؟ طب يعني لو جيت قلت لك هنا في البريودك تيبل عندك اثنين اليمنتس اهو، عندي مثلا اليمنت زي الكلورين 17 وعندي اليمنت ثاني زي الصوديوم 11. سؤال، انا عايز اعرف مين فيهم الاتوميك ريديوس اكبر. يبقى في الاول لازم اعرف ايه الكترونيك كونفيجريشن عشان اعرف ان هما في نفس البيريود ولا في نفس الجروب. طبعا انا لو جيت عملت ده الكترونيك كونفيجريشن، ها كلورين 17 مين اللي قبله؟ نايون كام؟ 10. اللي بعدها نايون الثاني، يبقى بعدها 3s2 3p كام؟ 5 ليه 6 2 و5 و10 17. نيجي للي بعدها صوديوم 11، يبقى نايون 10 ها اللي بعدها على طول 3s1. في مشكله في ده؟ اذا هما في نفس البيريود ولا في نفس الجروب؟ نفس البيريود، عشان دي 3 ودي 3. طب تعالى نقف شويه بقى، ده في كام بروتون؟ 11. وده في كام بروتون؟ 17. يا ترى مين الاتراكشن فورس اللي عنده اعلى؟ ال 17. تاني باي انكريزنج ذا اتراكشن فورس by increasing the attraction force of the protons ها is the effective increase so the atomic radius decrease. يبقى مين الاتوميك ريديوس اصغر؟ الCl ولا الصوديوم؟ الCl. في مشكله في الكلام ده؟ تمام؟ فيها صعبه؟ فيها مشكله؟ فيها حاجه؟ طب بصي هتعمل ايه؟
بيضرب اهو. يبقى نمبر 2 الجروب. طيب احنا اتفقنا في الجروب، لو جينا نعمل الكترونيك كونفيجريشن لجروب 1 ايه، مين اللي موجود عندك في جروب 1 ايه؟ اول حاجه عندك الليثيوم 3، بعد كده الصوديوم 11، بعد كده البوتاسيوم 19. خلاص تعالى كده للثلاث السنين دول نعملهم الكترونيك كونفيجريشن حتى العادي. يعني مثلا انت عندك هنا 3 صح؟ نعمل كده الكترونيك كونفيجريشن 2 العادي اللي هو كام؟ 2 1. طب الثاني؟ ها 2 8 1. طب الثالث؟ 2 8 8 1. انت قول لي بقى الاتوميك ريديس هيزيد ولا ايه؟ كل ما بتنزل تحت الاتوميك ريديس بيحصل له ايه؟ بيزيد. بيزيد ليه بيزيد؟ باللوجيك حتى ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه انت مين اللي عمال بيزيد عندك؟ الالكترونز كمان عماله تزيد في انرجي ليفلز كامله. يبقى اول حاجه انت من امين اللي موجود بيزيد عندك؟ عدد النمبر اه الكترونز بيزيد. طب عدد الالكترونز ده لما يزيد انت عمال تحط الكترونز اه بالظبط. خلاص طب لو انا جيت قلت لك انا عندك في الجروب عدد الالكترونز عماله يزيد صح كده؟ طب سؤال، يعني انت هنا مثلا عمال بتزود الالكترون. الالكترون لما بتزيد اول حاجه قوه التجاذب اللي ما بينهم بتقل ولا بتزيد؟ نيجاتيف ونيجاتيف. قوه التجاذب اللي ما بين الالكترونز نفسها بتقل ولا بتزيد؟ التنافر اللي ما بينهم بيزيد. اذا نمبر 2 الريبالسيف فورس بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. ده يخلي لك الثلاثه اربعه عمالين يتخانقوا مع بعض، المسافه اللي ما بينهم بتقل ولا بتزيد؟ بتزيد. بلس كمان نمبر 3 الزي افكتيف بقى تقل ولا تزيد؟ بتقل. ليه بتقل؟ عشان الالكترونز عماله تتخانق مع بعض، فانت عندك صف كامل عمال يتخانق مع بعض وصف اللي بعده عمال يتخانق مع بعض. انا كنيوكليس سيطرت على كل الالكترونز دي تقل ولا تزيد؟ تقل. يبقى نمبر 3 الزي اف يحصل لها ايه؟ تقل. ها كل ده طبعا كمان عدد الانرجي ليفلز بتزيد، فكل ده يخلي لك الاتوميك ريديوس يقل سوري يزيد. يبقى تاني كده في البيريد جروب، ها اول حاجه عندك في البيريد الاتوميك ريديوس بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. ايه السبب ان هو بيقل؟ اول حاجه عدد البروتونز بتزيد فالاتراكشن فورس بتزيد، فالزي افكتيف بتزيد يبقى الاتوميك ريديوس يقل، لان احنا قلنا الزي افكتيف افتكرها دايما ان هي عكس الاتوميك ريديوس. في مشكله في الكلام ده؟ طيب نيجي للجروب، انت شايف ان انت في الجروب عمال بتزود انرجي ليفلز، خلاص؟ فالانرجي ليفلز لما بتزيد بتعمل حاجه اسمها سكريننج افكت، يعني عماله بتقلل التواصل اللي ما بين الانرجي ليفل الاخير وما بين النيوكليوس، فكل ما عدد الالكترونز بتزيد تزود التنافر اللي ما بينها وما بين بعض، بتعمل حاجه اسمها سكريننج افكت. يعني ايه؟ يعني بتقوم حاجبه الاتراكشن فورس اللي ما بين النيوكليوس وما بين الالكترون الاخير، كل ده يخلي لك الزي افكت تزيد ولا تقل؟ تقل. يبقى الاتوميك ريديوس يكبر. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. يبقى احنا ببساطه تاني احنا كده عرفنا الاتوميك ريديوس في البيريد وفي الجروب زادت وقلت وليه وعرفنا سببها ايه. فيها مشكله؟ تمام. طيب تعالى كده ناخد حاجه اسمها حاضر نقضي خلاص حاجه بسيطه، حاجه اسمها الايونيك ريديوس والبوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون. يا ترى الايونيك ريديوس دوت في البوزيتيف ايون بيزيد ولا بيقل وفي النيجاتيف ايون بيزيد ولا بيقل؟ تعال ناخد مثال، يعني مثلا جيت قلت لك عندي عنصر زي الصوديوم ان ايه؟ الصوديوم كان كام؟ 11. خلاص تعالى كده نعمله الكترونيك كونفيجريشن العادي خالص، ها 2 8 1. ده اتوم، انا دلوقتي بتكلم على الايونز during the chemical reaction ده لوز ولا جاي؟ لوز. لوز كام الكترون؟ 1. طب ال1 ده اهو مفروض منين؟ من هنا صح؟ يبقى انت عندك هنا خد بالك انا عندي هنا 11 بروتون، يبقى البروتونز 11، وهنا برضو لما فقد الالكترون برضو البروتونز برضو 11. خلاص لكن مين اللي قال؟ ها الالكترون. سؤال بقى هنا البروتون اللي عددهم 11 فالزي افكتيف زادت ولا قلت؟ زادت. ده انا في الاول كنت بسيطر على 11 الكترون، المره دي ال 11 بروتون بيشد 10 بس، يبقى الاتوميك ريديوس يزيد ولا يقل؟ يقل. الاتوميك ريديوس في البوزيتيف ايون يقل. تعالى ناخد مثال تاني، لو جيت قلت لك عنصر زي المغنيسيوم ام جي 12، ها تعالى كده نعمل لها الكترونيك كونفيجريشن، يبقى 2
طبعا عندك هنا البروتونز ايكوال 12 يبقى 2 a 2 ده لما يفقد عدد من الالكترونز بيصير كام؟ 2 الكترونز اللي هم الاوتر انرجي ليفل. طب ده هيبقى عدد البروتونز كام؟ ها برضه 12. خد بالك عدد البروتونز ما بيتغيرش، فانت عندك 12 مغناطيس، المره دي بيشدوا كام؟ 2 8 10 بس. يعني ببساطه لو جيت قلت لك قارن لي كده ما بين عندك ثلاث عناصر خلاص؟ ها عندي ان اي ونقول مثلا ان اي بوزيتيف ها وام جي 2 بوزيتيف، مين يرتبهم لي من الاصغر للاكبر؟ مين عندك اصغر حاجه؟ في الاتوم ريديوس في الاتوم ريديوس يبقى ام جي بالظبط. ليه ام جي هي اصغر حاجه؟ عشان هي فقدت الزي افكتيف، عشان هي فقدت 2، فانت عندك 12 بروتون بيشدوا 10 بس، يبقى انت عندك زي افكتيف ابسط، يبقى الزي افكتيف زائد، يبقى الام جي 2 بوزيتيف الاتوميك ريديوس بتاعه اصغر من ها اللي عندها بوزيتيف واحده، يبقى الان اي. طب وكل ده اكبر من مين؟ اصغر من مين سوري؟ من الاتوم. فيها مشكله؟ لان دول 11 بيسيطروا على 12، دول 11 بيسيطروا على 10، دول 12 بيسيطروا على 10، افهمها كده. طيب تعالى كده نتكلم على النيجاتيف ايون. يعني مثلا جيت قلت لك مثال، جيت قلت لك كلورين بالراحه بس تعالى مقتنع كلورين 17، يعني انت عندك هنا كام بروتون؟ ها 17 بروتون، ال 17 دول ال 17 بيسيطروا على 2 8 7 during the chemical reaction lose ولا gain؟ gain كام الكترون؟ 3 الكترونز 7 عشان يبقى 1 الكترون. لا احنا كده فعلا خلاص وصلنا، يبقى جاي كام الكترون؟ ها 1 الكترون صح؟ بقى كام بعد كده؟ يبقى انا عندي بروتونز بوزيتيف ايكوال 17 خلاص؟ لما اخذنا واحد بقوا كام؟ 2 8 8 ال 17 كانوا بيسيطروا على 17، دلوقتي ال 17 بيسيطروا على 18، يبقى الاتوميك ريديوس الاول الزي افكتيف قلت، يبقى اذا الاتوميك ريديوس هيزيد. تخيل بقى لو انت عندك 2 نيجاتيف زياده، يعني انت زودت كام؟ 2 نيجاتيف، يبقى الاتوميك ريديوس يكبر اكتر. فتعالى كده نعملها ببساطه، بص كده ها الاتوم اهي، الاتوم اصغر من مين؟ اصغر من مين؟ من نيجاتيف اي واحد. النيجاتيف اصغر من مين؟ من اللي عليه 2 نيجاتيف، والاثنين نيجاتيف اصغر من مين؟ من اللي عليها 3 نيجاتيف. طب الاتوم ها اكبر من مين؟ من اللي عليها بوزيتيف واحده، والبوزيتيف اكبر من اللي عليها 2 بوزيتيف، والاثنين بوزيتيف اكبر من اللي عليها 3 بوزيتيف. تاني ببساطه الاتوم اكبر ولا اصغر من نيجاتيف ايون؟ تبقى اكبر؟ اصغر. اهي النيجاتيف ايون دي اصغر على فكره، بق التمساح رايح ناحيه، يبقى النيجاتيف ايون هي الاكبر من الاتوم. خلاص الاتوم اكبر من البوزيتيف ايون، يبقى تاني البوزيتيف ايون حجمه بيصغر، النيجاتيف ايون حجمه بيكبر عشان الزي افكتيف هنا بتزيد، يبقى الاتوميك ريديوس يصغر، هنا الزي افكتيف بتقل فالاتوميك ريديوس يكبر. وصلت؟ تمام ماشي اوكي. طيب المفروض احنا كنا ناخد الايونيزيشن بوتنشال بس اوكي ماشي، المره الجايه ان شاء الله.